طبعا من اول ما نوصل ليان وجنة متنقعين بالبحر. ليان وجنة للي ما يعرفهم بناتي الكبار. خلنا ندخل الشاليه ونعرفكم على الباجي. هذا ايوبي اخر العنقود اللي مسمينا على اسم جدة ربي حفظه. ايوبي بشوش ما شاء الله، خصوصا لما امه تلعب معه، لكن انا عندي مشكلة مع هالامور. شايفين شلون مستمتع معي؟ وهذه ديمة بنتي الثالثة. ديومة تضحكني لان عبالها اخوها لعبة ومو مستوعبة انه هو بني ادم حالة من حالها. هذا منو؟ منو هذا؟ هذا منو؟ يلا حبة 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 حبة. الله حبة. انا بابا حبة بابا. انا انا حبة. انا حبة. الله عبيبي عمري، والله عمري عمري جميلة. وكالعادة جنى وليان يمارسون اساليبهم علي عشان يحصلون اللي يبونه، وهالمرة كانت خطتهم ان جنى تصور وليان تسوي تيتوريال عن الاكل. وعلى طاري الاكل صار وقت الغداء، حياكم معنا. طبعا احنا بالشاليه فجأة ولا في اجار حصان. شوفوا الفارسة ليان. الله عجيبة ليان. ليان بنتي القوية ما تخاف. لكن جنى خايفة. ما تبين تركبين انت؟ تحبين تركبين حصان؟ تشتري لك واحد؟ وين نحطه؟ بس حق الشارع. بس حق الشارع ما نحطه ببيتنا؟ حطه بدارك، ينام دارك، خايف؟ لا ها؟ مو حلو. ليان تقول الحصان حلو، جنى تقول مو حلو. وبعد محاولات تشجيعية عديدة، جنى تجرأت وركبت الحصان. كفت. وطبعا لازم انا اشاركهم واركب معاهم واستعرض لهم مهاراتي. ايش رايكم فيني وانا اركب حصان واصور بالدرون بنفس الوقت؟ حركات. ليش بروح بروح بابا. المهم بعد ما تغيب الشمس اي دور الترامبولين. جنى وليان ينطون وديومة مثل ما انتم شايفين. ديمة تقعد مكانها وجنى وليان يتكفلون بالمهمة. وني حق الفقرة المفضلة. بعد كل هاللعب والتعب الكل ناطر العشاء. شوي على الفحم. أي با شغل عدل. وديومة تاكل الحليب وتدلع على يدها بابا أيوب الوالد الله يحفظه اللي سمينا أيوبي على اسمه. وآخر شي تتمشى على البحر وتسوي ريلاكس بعد يوم طويل وممتع. هذا كان يوم بحياتي قضيته مع العائلة بعيد عن الشغل، وحبيت أشارككم فيه. أنت شلون كان يومك؟